من حق غيري أن في التعليم. علاش حسيتهم أنه مصدق يجيب 20 وذكي يجيب 0؟ ولا خاطر ولدتي من حقي غيري أن في الشغل. الشغل الواحد ما يخدم كما يكبد نتاعه فهمتني، ولا يصير فيها قرح. يما شغل تحت عليك هذه، خلي العباد تخدم اللي كان خلينا نخدم. ولا سيدي اخرج خلينا نخدم واحد يعني شبقشي ومن غير حقي في الطفولة. يا خويا عطينا الطفولة في مني حق يا الدولة يا شو اسمه بنتي عطيو باش يتفرهد باش يلعب باش يشيخ، مش يجي دار الشباب ولا دار الثقافة ما يقعد فيك شوية على شكون سير من حقي غيري.